اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. النهارده ان شاء الله هتكون عنوان حلقتنا العين الحمراء. وبصراحه موضوع العين الحمراء ده منتشر جدا، لفظ منتشر جدا اليومين دول. ودايما الزوجه اللي هي بيكون زوجها صعب شويه او شديد شويه تقول لك نفسي اعامله وريه العين الحمراء بس مش عارفه، نفسي اتعلم اعامله بقسوه بس مش عارفه. يا ترى ده بقى هي طريقتها كده او مش عارفه الطريقه الصح ايه؟ ويا ترى موضوع فعلا العين الحمراء صح ولا غلط؟ ده اللي هنشوفه النهارده في الحلقه. وزمان قالوا لنا خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. يا ترى ده صح ولا غلط؟ ده اللي هنشوفه النهارده ان شاء الله في الحلقه باذن الله. هستنى برضو ارائكم واستفساراتكم على الارقام اللي هتنزل على الشاشه، وهستنى برضو اجابه السؤال اخر الحلقه تبعتولي إجابة 30 سؤال عشان إن شاء الله الجوائز هتكون قيمة جدا، عبارة عن دورات تدريبية واستشارات نفسية وكرنيهات عضوية مقدمة بالأكاديمية الدولية لتطوير الذات. ولسه منورنا الدكتورة جيهان حسين استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي. الحمد لله. إيه بقى الحلقة اللي عاملة لنا قلق من بقالها شوية على الفيسبوك؟ الموضوع قلب الدنيا خالص خالص، وناس كتير مقررة إن هي تكون شرسة ستات، يعني لأنه هم تعرضوا الرجالة شرسين أساسا وكانوا باللفظ العام طيبين، فقرروا أن هم يعني ما ينفعش نبقى طيبين. طب هو ينفع أكون أنا طيبة وأقرر أبقى مش طيبة؟ ينفع أعمل كده؟ برافو عليكي. هي دي بقى القضية، أن هي ما بتبقاش طيبة ولا حاجة. ما هيزعلوا مني الناس بس هي ده الحقيقة. لا أنت بتقولي الحقيقة. لا، هي الفكرة في إيه؟ ان الطيب غير الساذج، الطيب غير الضعيف والمستضعف. يعني انا ممكن اكون بسيسك وبكلمك حلو بس انا مش طيبه، انا اكون خبيثه، اكون مش عارفه اوصل لك غير بالطريقه دي، لان الظاهر شيء والقلب شيء اخر. لكن الطيب مش هي يعني حتى لو سيسك بيبقى مسيسك بحب وصفاء نفس، مش هيخبث عليكي، مش هيبقى، وبالتالي مش هيبقى بيكن لك انتقام. عشان كده لما بيجي لنا غدر من زوج بقى، من صديقه، من كذا من كذا، انا بتيقن ان الطرف الثاني ده ما كانش بيعاملني بالحب الحقيقي ولا الصدق الحقيقي. لانه لو كان حقيقي ما كانش، بصي، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حلوه قوي. دي معروفه هي كده، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. تمام. فالنهارده لو انا عندي موظفين، ممكن يبقى لو تلاحظي دايما القريب من المدير المنتشره، يعني اللي متدحلب له بيدي له اخبار الموظفين ومش عارف ياخد العصفوره. برافو عليكي. احيانا بعض المديرين يظن ان ده المخلص ليه. هو مش المخلص، لا طبعا، هو الوصولي اللي بيوصل بهذا الاسلوب ان هو يبقى رقم واحد في الشغل. فده هدفه الرئيسي. لكن ليس هدفه اطلاقا حب المدير، يعني هو مش رايح يقول له ايناس بتقول عليك علشان هو بيحبه وعايز يحذره من ايناس، لا، هو هدفه انه يوصل، هدفه انه يوصل وياخد وده وان هو يحس ان هو عينه. وبالتالي يبقى هو المقرب، وفعلا المدير بيخليه المقرب. بس المدير هنا بيظن منه انه بيحبه او انه حبه وانه ولاؤه ليه. لكن هو مش ولاؤه ليه، لان الترقيه هتجيلي من المدير، المكافئات من المدير، مش عارفه ايه من المدير، فبالتالي انا احس ان هو دراع اليمين فانا هديله كل حاجه. يجي في الاخر المدير يتفاجئ ان الطعنه جايه له منه. اكيد، لان ده طبعه كده، خبيث، هو خاين اصلا، خاين مع كل. فاحنا مع احترامي للكل، يعني تعالوا نشوف الفكره في فكره السواء النفسي. انا النهارده لازم يكون عندي سواء نفسي. سواء يعني ايه يا دكتوره؟ سواء يعني ايه؟ يعني اكون سويه نفسيا، يعني ما اكونش عندي عدم اتزان، ما يكونش عندي اضطراب في العلاقات ولا اضطراب نفسي داخلي بنتيجه مثلا ظروف حياتي. كلنا مرينا بظروف حياه صعبه وكلنا مرينا باحداث كتير. ليه واحد بيطلع مجرم انتقامي وبيقرر ينتقم من المجتمع بكل اللي شافه في حياته؟ مثلا طلع اتظلم من اب، اتظلم من زوج، اتظلمت من اي حد، فتلاقي طلع حراميه. يعني مره كان في عندي بنت شغاله جت تنظف البيت، يعني فالبنت دي كانت سنها صغير، يعني انا بعتبرها كانت اصغر من ولادي يمكن، او يعني صغيره، كانت 16 سنه. طبعا
طفلة، تعتبر طفلة يعني. بقى طفلة مين؟ أنا اللي طفلة. طفلة مين؟ دي ببساطة جديدة عملت يعني، قالت لي جملة هي كانت خبيثة سبحان الله، أنا ما يعني ما خليتهاش كملت، بس قالت لي جملة هي بتحسسني إنها يعني قال يعني حد بيقولها لها يعني، يعني هي بتحاول كأن توصل، حد قالها لها وهي بتوصلها. يعني هي عايزة تتوصل ليا بإنها تبلفني. أيوه أيوه. فأنا فهمتها طبعًا يعني. فلقيتها بتقول لي إيه؟ بتقول لي هم بيقولوا أصحابها بقى اللي هم الشغالين اللي زيها بيقولوا إشمعنى هم أغنياء طبعًا نسرقهم، يستاهلوا السرقة. فاللي عايزة أوصله لك يعني ده فكر. ده فكر. الفكر ده من غير ما هم يفهموا أو لأن عندهم جهل. بفهمهم كأن الله ظالمهم. إن ليه أنا ربنا خلقني فقير وخلقك أنت غنية، يبقى أنت تستاهلي السرقة. بصي المفهوم غريب قوي. طيب غريب. هل الشخصيه دي لو هو ده فكرها واتعاملت معاكي حلو ونظفت لك البيت زي الفل، دي تبقى مخلصه؟ لا طبعا. انت بقى تشوفيها مخلصه انك مش هتعرفي الفكره دي اللي جواها. ايوه يعني ان كانت طلعت منها قدامي ما كان ممكن ما تطلعش بيها وما اعرفهاش، وممكن تقولها قدامي وما ادركش انا حاجه زي كده حقيقة مثلا ادركتيها. والناس قعدت عندنا في بيوتنا سنه واثنين والاخر سرقتنا. كنت بتثقي فيها وبتديها ويمكن اكتر واحده بتديها. قصدي حقيقي ان الزوجه اللي هتبقى اللي هتورد العين الحمراء نفس الحكايه، نفس الفكره، هتكون اصلا مش طيبه، مش طيبه. ويعني بصي هتقول لك انا كنت ما بعملوش حاجه، بس هي جواها عماله تربي غل، انا انتقم منه ازاي؟ مش فكره طيبه اعامله بما يرضي الله ازاي واحل ازاي، ولا فكره طيبه ان انا عايزه ارضي ربنا ان انا لازم اكون زوجه صالحه لاني انا هتحاسب وهو ربنا. حتى لو كان هو مش كويس لازم برضو احط يعني في بالي. هنا بقى نقف عند حته مهمه. اي راجل يزعل مني وهو حر هيبقى هو ظالم بقى. انت ربنا اداكي الطلاق. انا ما اقدرش اتطلق من ابويا الظالم، ما اقدرش اتطلق من امي الظالمه، ما اقدرش اتطلق من ابني الفاسد. لكن انا ممكن اتطلق من زوجي الغير صالح او الزوج الفاسد. يعني انا هعمل ايه لو انت انت عايشه مع اب ظالم؟ اب هتطلقي من ابوك ازاي؟ لا ملوش حل. انت مطالبه البر رغم انفك. ايوه. طب ربنا اداكي الطلاق من الزوج. ليه انا اتنمر عليه واضربه ولا هينه ولا ايه ادبي عليه؟ ولا قصدي حضرتك ان لما يكون الزوج شرس اطلب الطلاق، لكن ما تحولش ان انا اوريه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الحالتين الوحيدين اللي اجاز فيهم الطلاق غير الخلع، الاثنين اللي اجاز فيهم الطلاق الرجل الذي لا يترك العصا يعني بيؤذي ويضرب زوجته، والرجل الشحيح بخيل. وده هنعمل له حلقة. هنعمل حلقة ان شاء الله. لازم الناس هتتجنن عليه. جات لنا طلبات كتير جدا جدا على الموضوع ده. أيوة. تمام. فالاثنين دول النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان تطلق المرأة منهم، ومع ذلك انا عيبي ما بحفظ اسامي الصحابيات والصحابة. بصراحة انا فاشلة في حفظ المسميات القديمة يعني. ومع ذلك صبرت احدى الصحابيات على اذى زوجها، صبرت واحتسبت ولها الجنه، وصبرت واحده اخرى على شح زوجها، وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ من جيبه ما يكفيها ولا تزيد. اذا هو قال لها يجوز تطلقي من الرجل اللي بيضرب او الرجل الشحيح البخيل. ومع ذلك لم يلزمها بالطلاق. أيوه. لو قادره تصبري وتحتسبي واجرك على الله يبقى ليكي الجنه. بس تصبري باخلاق. طبعا مش هتصبري على اللي بيضربك هتضربيه. ولا قال لزوجها شحيح يلا روحي اقتليه ولا اعملي فيه. قال لها خذي من وراه، يعني خذي من جيبه ما يكفيكي ولا تزيدي. يعني ايه ما يكفيكي؟ المفروض على قد الاكل والشرب والضروريات مش الرفاهيات. أيوة. مش هاخد عشان اشتري ذهب. أيوة. ولا اشتري كذا. أيوة. لا اساسيات. أيوة. طيب في زوجه في الخلع بقى لما راحت له قالت له ايه؟ لا اعيب عليه خلق ولا دين، يعني لكني ابغضه. تكرهه؟ مش قادره احبه. قال لها ايه؟ اتردين عليه حديقته؟ يعني ليه بقى؟ لان هنا الاسترضاء، يعني لما يجي واحد يطلق امراه ويعوز يستبدل واحده باخرى وكذا، عندنا في الايه برضو. أيوة. انك لو كنت مديها مهر ما تاخدوش منها. أيوة. كفايه عليها جرح انك طلقتها واتجوزت غيرها. أيوة. نفس الكلام لما المراه طيب تبغض الرجل وهو عايزها وتسيبه، طب على الاقل ترجع له المهر عشان على الاقل كفايه عليه. أيوة. خساره الجرح القلب وكذا. أيوة. تفادلنا جميل. ايوه جميل. ديننا جميل جدا. ومفيش والله يعني ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. اتحداكي جيبي لي اي مثل في الدنيا. لا ما سابش حاجه خالص. ما تلاقيش. لا يمكن.
طب دلوقتي يعني راجل مثلا شخصيته صعبه جدا مع زوجته، مش هنوصل للضرب يعني، طريقته وحشه معاه، لا وفي ضرب كمان، وهي طيبه وبتحاول يعني، قولي هي مش عايزه تتطلق عشان الولاد والدنيا. كلمه بقى طيبه نقف عندها بس بعد اذنك. تاني هنقف عندها. يعني ايه طيبه؟ والله انا طيبه من وجهه نظري لها كذا معنى، مش عارفه الصح ايه. من وجهه نظري ممكن تكون متربيه، ممكن تكون بتراعي ربنا، ممكن تكون عندها حسابات تانية، انا مش هعمل كده عشان ما يحصلش في ولادي كذا يعني، فهماني؟ طيب. دي وجهه نظري انا من طيبه. طيب. بس ما اعرفش حضرتك احنا هقول لك الناس بتشوف الطيبه ازاي. تمام. الراجل العصبي مثلا اللي بيجعر وينعر ويقعد يتخانق وياخد يعمل الحاجات دي كلها بجد والله، بيبقى صوته مسموع للجيران. ايوه بجد. ايوه. والمراه ملهاش حس، اللي هو بيبقى متزوج امراه من هذا النوع يعني. ايوه تمام. فبينتشر القول انها طيبه وعايشه مع ازاي. ايوه. ومحدش عارف انها ممكن تكون فرساه ومنططه، ممكن تكون هي مستفزاه. انا ببصة. معاكي. انا مستفزاكي. انا معاكي 100%. وممكن تكون طب, طب احنا معانا تليفون بس اذنك ناخده. ايوه الو. الو. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. بصي معاكم استاذ حسين يا فندم. ايه اخبارك يا فندم؟ الحمد لله تمام. بتفضل حضرتك سؤالك، الدكتوره معاك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. بقول لك يا فندم، انت بتتكلم على ان الستات يا فندم وكده يعني يا فندم. ايوه. لما بتتكلم على الستات يا فندم وكده يعني. ما تبعد على التلفزيون، وطي على التلفزيون يا فندم. ان ستات وعره يا فندم يعني شديده كده يعني. ستات وعره اللي كان بيتقال لي. ايوه تمام. النهارده ايه يعني زي ما انت بتتكلم يا فندم، بقول يعني ان ايه ان الستات كده يا فندم ان هم ملائكه الرحمه وكده يعني يا فندم. طب ما في ستات واعره يا فندم حضرتك يعني. ايوه طيب. طيب خلاص. عايز اقول ايه؟ ما فيش ستات. طب انت سؤالك ايه؟ طيب ليك سؤال ولا بس ده وجهه نظرك؟ احنا بقول يعني بقول سؤال يا فندم حضرتك يعني ايه عن الواحده يا فندم زي كده اللي هي يعني بتضيع حقوق جوزها يا فندم وعلى الخيانه وكده يا فندم يعني. بتضيع حقوق جوزها والخيانه. هي بتضيع حقوق جوزها يا فندم يعني، ممكن مثلا تمن على حاجه يا فندم ولا كده يا فندم، بتبقى ايه يعني مش بتقدر يعني ايه تتفاهم معاه يعني. طيب العلاقات الزوجيه وكده يا فندم. طيب تمام. حاضر من عينيا. الدكتوره هترد عليك. شكرا لاتصالك. بصي بقى، هدي بقى الفكره. ان انا ممكن دلوقتي ده اللي كنت بتقوليه. اللي انا كنت بقوله هي الفكره دلوقتي حالا. بصي انا دايما بقول يعني هل السلوك يعبر عن النمط الشخصيه ولا لا؟ يعني هل سلوكك يعبر اقدر من خلال سلوكك اقول إناث كذا ولا لا؟ انت شايفه ايه؟ بتهيألي الى حد ما اقول يعني. انا اقول لك ليس دائما. لان النهارده انت ممكن مثلا تقابليني في الشارع اكون بصوت وبصرخ وبتخانق مع حد، ويكون ده اصلا ليس سلوكي الطبيعي ولا النورمال في الوقت العادي. لكن يكون حصل معايا حاجه خرجتني عن شعوري. وممكن اكون لاول مره في حياتي يمكن اثور وانفعل بالطريقه دي. فحضرتك بتحكمي ان انا مثلا قليله الادب او كذا او كذا. او العكس. انا اشوفك هاديه اقول يا دي وديعه. وانت ممكن تكوني شرسه في بيت جوزك مع اهلك. او مع كذا، وانا بحكم عليكي بس من ايه؟ من المره الظاهر. هي السلوك بالنسبه لي ده سلوك ظاهري. طب السلوك ده نتج عن ايه؟ نتج عن ايه؟ نتج عن ان انا استقبلت بحواسي الخمسه حاجه دخلت جوايا، اتلخبطت كده، اتقلبت زي ما بتقلبي الشاي ولبن كده، اتقلبت في الماضي وفي الثقافه وفي الفكر وفي البيئه. تشم ريحه بيرفيوم مثلا، تفتكري حاجة، حد بتحبيه. ايوه. فيظهر على سلوكك ابتسامه، عينك كده تبتسم، فتقولي دي اكيد افتكرت حد بتحبه. لو نفس البرفيوم دي كان نفس الشخص اللي بتحبيه غدر بيكي وخانك، نفس البرفيوم دي هتجيب لك الام، وهتلاقي وشك وملامحك هتفكرني بحاجات تضايقني. النور قطع. فجاه لقيتي حد قاعد بيصرخ خايف مرعوب مش عارف ايه، وحد تاني بيقول لك فرصة والله يا جماعة ننام شوية. واحد تاني رد قال لك ما هو النور قاطع واحنا 10 موجودين في المكان. ان الدواخل بتبقى ثابتة بس اللي خارج متغير. شيء ليه بقى؟ ايوه. لان حضرتك الداخل ده اتربى ان انا من صغري مامتي كانت بتخوفني من الضلمة. فاول ما النور قطع صرخت. لكن انت مامتك بتنيمك على الضلمة. فاول ما قلتي فرصة نام. عايزة ارتاح، الضلمة دي جميلة، عايزة اخش انام. فبالنسبة لك الضلمة نوم وراحة، وبالنسبة لي انا الضلمة دي عذاب. فعشان كده لما حضرتك تشوفي سلوك غير طبيعي من انسان انت تعتبري السلوك اوفر جدا، اكبر من الحجم النورمال يعني، ما اداش الحاجه حجمها، حاجه جرحته
انه موجوع قوي. مش شرط يكون موجوع من الحاجه التافهه دي اللي هي تبدو للناس تافهه. عشان كده لازم نكون رحماء ببعض. هي دي عشان كده ساعات في الطريق اكتر حاجه بتحصل في الطريق. الناس اللي تقعد تشتم علشان مش عارفه حد عدى. طب يا سيدي ايه ده أيوة. معلش الحمد لله ان ربنا سلم. ايوه لا ممكن يكون نازل متخانق مع مراته. ممكن يكون نازل فانت جيتي عديتي بس من قدامه كده راح شايط فيك. هي دي بقى الفكره. فانا السلوك بتاعي بيمر بكده بالظبط. انا عندي حدث بيحصل خارجي. الحدث ده بحسه بحواسي الخمسه. يا اما دقت اكله. يعني انا مره دقت اكله قريب كده تذكرت مامه واحده صاحبتي توفاها الله الله يرحمها يا رب. لما كنت بروح عندها وانا في ثانوي واكل اكلتها دي فبنتها عملت لي نفس الاكل بنفس طعم مامتها. سبحان الله. او يعني المشهد كان كده بالظبط. فالذاكره هنا كانت متخزنه من 25 سنه مثلا. لطعم حلوة. طعم حاجه حلوه ممكن تبقى متخزنه في حاجه وحشه. اتخزنت واتنست. ايوه انا ما اعرفهاش. ايوه لكن تلاقي نفسك تذكرتيها بعد 20 سنه. أيوة. بعد 20 سنه تشوفيني تقولي يا انت شبه حد بحبه. صح. أيوة. يبقى حاجه مرت على حواسك الخمسه سواء عينيكي. شميتي ريحه. تذوقتي طعم. حد لمسك. افتكرتي حاجه ملمس معين. المهم انها دخلت جواكي على مشاعرك في اللاواعي وخرجت طلعت بقى شكل تاني الماضي. اللي انت نفسك ممكن تكوني مش فاكراه ولا عارفاه. أيوة. ولا عارفه ليه عملتي كده. أيوة. راحت مطلعه رياكشن. الرياكشن ده اما انه يكون ايجابي او سلبي حسب ما الحاجه دي كانت جواكي عامله ازاي. أيوة. طب لو انا متربيه فاكره كنا بنتكلم على التربيه والبرمجه وان انا لو متبرمجه على ان الراجل ده وريه العين الحمراء واعملي كذا. فاول ما يفكر بس يقول لي كلمه صباح الخير لو اتقال بطريقه وحشه تلاقيني بشوطه. أيوة. لان انا عندي باك جراوند جامده جدا ان انا لازم اعمل رياكشن قوي وان ده معنى القوه اللي هي قله الادب من الاخر يعني. ايوه طب نقف عند قله الادب. ما كنتش عايزه اقف عند قله الادب بس تقريبا هو ده اللي هيتنزل مع الحلقه النهارده. طب نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت. الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس. انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطه. يا سلام ببساطه كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متاكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الاكاديميه الدوليه لتطوير الذات. اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية. هدايا قيمة للفائزين. دورات تدريبية. استشارات نفسية وكمان أسرية. عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية. معانا اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. مرة تانية
وكنا وقفنا قبل الفاصل عند هي اتربت على قله الادب يعني. ايوه هي اتربت ايوه بس ما اتربتش على قله الادب، ان اهلها بيقول لها كوني قله الادب، كوني قويه مثلا، ادوها كوني كده. قويه علشان الناس ما بتجيش غير ايه بالعين الحمراء، الناس ما بتمشيش عادل غير بكده. في حاجه في كورس احنا بندي بس فعلا كده يا دكتوره، اوقات بتلاقي ان في نوع من الناس ما بيمشيش الا بالحزم. طب انا ما هو دي حقيقه. بس في ملحوظه مهمه. ايوه حزم شيء وقله ادب شيء تاني. يعني انا النهارده ممكن اقول لابني الطفل وانا بربيه اوعى تعمل كذا، وتلاقي الولد ماشي زي الالف، في حين ان في ام تانية تمسكه تعجنه تضرب، فهي خلاص بتربي عنده ان الضرب حل. والاخر بيعند وبتربي عنده العنف ويتمنى انه يضربها. يعني انا عمري ما هنسى ام، عمري ما هنساها بجد، انا كنت ببص لها متنحه مش عارفه ارد عليها مش عارفه اقول لها حاجه. يعني هي ما كلمتنيش غير وابنها مثلا في سن اعدادي، وهم تبارك الله من الاجسام الضخمه جدا اللي هي طول بعرض وكده. ايوه فالولد تطاول عليها وهي مستويه، هي تبارك الله جسمها ضخم والولد جسمه ضخم، بس هو كان اعدادي مثلا وهي برده. فبنتكلم، فقلت لها انت بالراحه كده، انت شكلك كنت بتضربيه بافتراء، يعني الولد ده بينتقم منك يعني. هو بيحب يتطاول عليها. بيتطاول عليها جامد يعني، هي كانه ما صدق كبر. فقالت لي انا كنت بمسكه وهو طفل ممكن اقعد فوقه واضربه. قلت لها ايه اللي بتقوليه ده؟ ده في طفل، ده ابنك. تقول لي ما انا اعمل ايه؟ ما هو كان شقي مجنني، هعمل له ايه؟ قلت لها انت بالنسبه له كنت كانك من العمالقه وانا بيظهر لي حد ضخم، انا بيبي وانت اصلا ضخمه، يعني انت اصلا الام العاديه النورمال اللي احنا جسمنا العادي بالنسبه للبيبي احنا حاجه عملاقه، حاجه كبيره، ما بالك هي اساسا تبارك الله يعني طول بعرض جسم جامد يعني، فانت شرسه يعني ازاي عملتي كده؟ قالت لي ما انا هعمل ايه؟ ما انا ربنا بقى يسامحني. قلت لها طب يسامحك، انت دمرتي الولد كانه بيقول لك طب استنيني لما اكبر. معلش انا اسفه بقطع كده. لا بس في مكالمه. اهلا بيهم. اهلا الو، اهلا وسهلا. مياده ولا دياده؟ مياده اكيد. دياد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. دوابه من اسوان. اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الدكتوره معاكي، ممكن لو سمحتي ممكن اقول رايي يعني؟ اتفضلي. دلوقتي حضرتك الزوجه اللي بتوري الزوج عين حمراء دي بتظلم نفسها قبل ما بتظلم زوجها. الله يسعدك. لان حضرتك الزواج قائم على الموده والرحمه. الله يسعدك. ولازم هي الانسانه قبل ما تقدم على الزواج لازم تكون مدققه في الاختيار. صح، برافو عليك. ويكون صاحب مروءه وصاحب شهامه، ولازم حضرتك يكون عنده الصفات اللي متناسبه معاها. صحيح. بعد كده تعيش معاها على الموده والرحمه. صحيح. لا عشان الفلوس ولا عشان اي حاجه، لازم حضرتك عشان خاطر دي حياه حيكون فيها اولاد وحيكون فيها عشره. صحيح. وحيكون فيها عمره كامل هيقضوه مع بعض. صحيح. اما لو هي رينت العين الحمراء ده هي بتظلم نفسها حضرتك قبل ما بتظلم. الله يسعدك. الله يسعدك. بتظلم اولادها فيما بعد. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جدا. ربنا يكرمك يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. طيب. مكالمتك جميله جدا، شكرا لاتصالك. اهي مثلا هنا نقدر نقول ان الاستاذه تعتبر نفس سويه. ايوه هي دي اللي بنتكلم فيها. أيوة. نفس سويه. ايوه هاديه، بتتكلم بابتسامه، بتتكلم في بالراحه، بتقول لك هل هي دي هنا يعني الناس بقى فاهمه هل الشخصيه دي تعتبر شريره؟ لا خالص، هي دي طيبه. أيوة طيبة. لكنها ليست ضعيفه. ايوه قصدي حضرتك طيبه مع قوه. طيبه مع قوه. الضعف هو ده اللي عايزين نعمله. الضعف ونربي عليه ولادنا. الضعف يا جماعه بيولد النفاق. ليه؟ انا من كتر خوفي منك بضطر سايسك وانا بكمن لك حاجه ثانيه، يعني نفسي انتقم. كنت بكلمك قبل الاتصال على الولد اللي انا قلت لها لمامته قلت لها انت ولدتي عنده وهو بيتضرب منك وهو الطفل صغنن غلبان مسكين وانت بتفتري عليه بحجمك وضخمك وضخامتك وقوتك اني استنيني لما اكبر انت هتضعفي وانا هقوى. حصل فعلا لما كبر. وده اللي حصل ولسه ولسه ولسه. ده حصل من اعدادي، ده لسه لما يبقى راجل ولما هي تعجز، ده هي كانت لسه برضه في رجعانها. واحنا ليه بنلف ونرجع للتربيه؟ يعني الزوجه نرجع للتربيه، طبعا الاولاد نرجع للتربيه. طبعا والتربيه على فكره الام قبل الاب. بيرجع برضه يعني طبعًا. الام دور مهم جدا جدا في كل جدا حاجة. ما كانش قال لك يعني الام مدرسه. دي حقيقة. لا دي الأم حقيقة. مدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة. دي مدارس، دي مدارس ودنيا وأجيال فعلا. الأم مدرسة، الأم اللي دلوقتي متمردة على أمومتها.
هي رافضة تكون أم، هي عايزة تبقى مشهورة وتبقى على الفيس وتعمل تيك توك وتصاحب مش عارفة مين وتنزل الشغل. نزلت الوظيفة الأساسية، نزلت دورها الأساسي ورمت أولادها، وبعدين يجوا يعيطوا يقول لك ابني طلع في الحظر. ما قلت لك حد بيكلمني يقول لي ابني اكتشفت انه في اعدادي وبتفرج على حاجات اباحيه. وانت اكتشفت ازاي؟ يعني انت كنت فين اصلا قبل الحظر؟ يعني الحظر خلاكوا قعدتوا تلميتوا واكتشف حاجه زي كده، ولا ايه فايده؟ والسخافه اللي زادت في الحظر على مساله اننا نتريق ونهزر ان احنا اكيد هنتطلق ومش عارف ايه والحاجات الغريبه دي، ايه ده؟ ايه ده؟ ده منتهى استهانه بالنعم. صحيح، استهانة بالنعم والله العظيم. مش عارفه قيمه النعم فعلا. ده بالعكس، يعني شوفوا الخير اللي في اللي ربنا بيديه لنا. احنا ربنا لا يفعل الا الخير. لا يفعل الا الخير. صحيح. والله وان كان ظاهر العمل شر فهو خير. لانه ممكن يكون ظاهره شر، يعني بمفهوم الضيق، لكن هو بيردك اليه، بيردك انك تفوقي، انك تصحي، تقولي بقى لا انا كنت هعمل كذا. طيب خلينا بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا نرجع لها عشان هي الأساس. إزاي أنا أكون عندي السوائل النفسي ده؟ أو إيه اللي بيعمل لي خلل نفسي؟ إيه اللي بيخليني أصل لمرحلة التمرد أو العنف؟ أو سواء أنا راجل أصلا أو ست، يعني هنبدأها من أول الراجل اللي اتعامل بالطريقة دي. هنرجع للتربية وهنقول إن التربية ولدت عند الراجل حتة، هي بدأت من أول سي السيد زمان. أيوة. لما تمثلت في سي السيد، لكن الإعلام برضو كان ليه دور. إعلام لما بيقولك إن هو بيجسد شيء من الواقع ده حقيقة، وطبيعي إن أنا لما عاوز أكلمك عن 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 صفة لازم أضخمها لك شوية عشان تبان. أيوة. لكن ده مش الواقع دايما. أيوة. فاللي حاصل إن الإعلام لما بينقل صورة وكأن ده المجتمع، والناس بفهمها تضيق بتاخد إن ده المجتمع، فبيبتدي يفكر فيه بصورة أو بأخرى. فالإعلام بيعمل إيه؟ نتيجة عكسية، بدل ما يعمل النتيجة اللي هو بيقول عليها رسالة، لكن الرسالة بتيجي معكوسة. قصد حضرتك ان سوء معاملة الزوج لزوجته نابع من تربيته ومن اعلامه. اي طبعا. التربية الاعتقاد ان انا خليت الراجل بقى سي السيد. ايوه. هو النبي ما كانش سي السيد، بس أي. في حاجة اسمها حقوق زوج اشبه بسي السيد، يعني ان هو كأنه مش لازم هقول له يا سي السيد، بس انا له حقوق عليا. الاستاذ اللي اتصل أيوة. كان بيتكلم في فكره ان هي ما بتصونش السر. ايوه، ما بتصونش العهد او بتخونه في حاجات. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث اذا صلت المراه خمسها. خمسه بس، مش عايزين سنن. سنن ولا حاجه. ايوه. وصانت واحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت. تنقي الباب اللي تدخل منه، تنقي الباب اللي هي عايزه منه. طب ده حلو قوي. خمسة بس. وتصوني فرجك من عن اي رجل الا زوجك، وتطيعي زوجك. يبقى دي مكانه عاليه قد ايه. دي وصفه سهله. وصفه سهله وصعبه. والله يعني لو ركزنا فيها سهله. سهله وصعبه. بس عايزه زوج برضو يكون متزن. لا، انا الدين بصي ان الناس فاهمه ان لازم لما اتقي الله الدنيا تبقى وردي، ده مفهوم خاطئ عن السنه الكونيه. ايوه. انا في السنه الكونيه بابتلى، ولازم يجيلك الابتلاء من الحته اللي ما بتحبهاش. أيوة. والا تبقي مش بتعاني. ما يبقاش ابتلاء، مش هتبقي بتعاني. أيوة. ما انا لو ما جاش راجل هيفرسني في حته صفه معينه انا ما بحبهاش، انا هبقى سهله معاه، انا هكره ليه؟ أيوة. لكن هي المشكله لما بتيجي الصفه حاجه انا مش بحبها، وهو بالنسبه له حاجه مش بيحبها، فاحنا هنا بنبتلى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. حتى في علاقتي بيكي، انا فتنه ليكي انت فتنه ليا، اشوفك انت غنيه وانا فقيره، فيا اما احقد عليكي يا اما اقول لك ربنا يزيدك، وانت تشوفيني فقيره يا اما تساعديني يا اما تتكبري عليا. يبقى احنا عمالين نفتن ببعض، نفتن. انت بتشوفي كل الحالات قدامك، هتعملي ايه مع الفقير؟ وهتعملي ايه مع الغني؟ هتعملي ايه مع المركز؟ وهتعملي ايه مع ربنا عالم بنفوسنا؟ وهتعملي ايه مع الحيوان؟ وهتعملي ايه مع الطيور؟ وهتعملي ايه حتى مع النمله؟ يعني انا فاكره ان كان في حد زمان يعني واحنا صغيرين مزاجه يولع كبريت يحرق النمل. حول ولا قوه الا بالله، ليه كده؟ ما هو ده بقى، ما هو ده برضو نابع. انا ما كنتش عارفه وانا صغيره، بس لما كبرت وافتكرته فهمت خلاص ان هو ما انا هنا بنتقم. انا ضعيف، في ناس متمرده عليا، انا مش قادر غير على الضعيف، على اضعف مني. على ضعيف قوي. فهعمل ايه؟ بولع. ده انا كاني بطلع النار اللي جوايا. أيوه. واستمتع قوي واضحك بان انا حرقت النمل. أيوه.
شوفي قد ايه، مع انه النمل ده روح أيوه. فيها تعذيب بالنار، لكن هو مستمتع بكده، مستمتع بكده عشان بينفس عن حاجة مكبوتة من نوع من الانتقام. ده بقى هو ده اللي بيطلع بعد كده، اللي نيجي نقول ايه، لو ظابط ظالم أيوة. مش ضابط محترم. انا أيوة. بقول ده كل حاجه في منها الحلو والوحش. لو ظالم بيبقى في، لا انا قصدي ليه بقول ظابط، عشان هو ممكن يقتل بافتراء، ممكن يعمل يتعذب بافتراء. أيوة. ده اللي يجي عشماوي، ده اللي يجي كذا. أيوة. فانا بنقي حد عنده كميه غل وحقد تجاه البشر، لانه اتاذى من صغره، فده نفسه ينتقم. فده لو انا جبته يعذب حد، هيعذب بمزاج. طب والراجل اللي هو الشارد ده نفس الكلام، نفس الحكايه، نفس الحكايه. طب هو بيعوض نقص. طب انا عايزه اعرف، بيعمل اسقاط. عايزه يعني اخدها كده منك، يعني زي روشته كده. الراجل يعرف يتعامل اكتر مع الزوجه القويه او الشرسه او البترين العين الحمراء، ولا الضعيفه؟ لو تلاحظي في كل مره بنرجع لموضوع انماط الشخصيه. بصي، يعني مين فيهم تبقى زوجه؟ ما انا هقول لك اهو، ما انا هقول لك اهو. في يعني انا مش عارفه الوقت يسعنا يعني ولا لا، تقريبا يعني احنا ان شاء الله. في حديث انا بحبه جدا، بس انا مش هقدر اقوله لانه كبير جدا جدا. نفسي اقوله بصراحه، يعني بعشقه. الحديث ده كان اسمه حديث ام زرع. وده كان باختصار شديد، لان طويل جدا، ده كان مدته طويله وشرحه صعب يعني. كان باختصار كده، ان السيده عائشه راحت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان هي قابلت نساء من ايام الجاهليه. قالوا لها بصي بقى، ان هم اتعهدوا ان هم لا يكتبوا من اسرار ازواجهن شيئا. يعني هنقعد كده قعده غايبه، قعده غايبه، كل واحده هتحكي. بس ده حرام. حرام، ما هو ده كان في الجاهليه. لكن ده في الاسلام. كان في الجاهليه. ايوه ده كان في الجاهليه. ايوه انا واخده بالي. فهي بتحكي له، بتقول له بس شوفي بقى، في الجاهليه كان في عهد، يعني ما ناخدش الجانب السلبي بس. أيوة فهمت. ناخد العهد، كانوا تعهدنا الا يكتبنا من اسرار ازواجهن شيئا. المهم اللي حصل ايه؟ يعني عشان القصه بقول لك كانوا 11 ست اصلا، انا مش هحكي لك 11 زوج. قصتهم ايه؟ يعني كانوا قصه كبيره. المهم ان اللي ذموا كانوا خمسه، سبعه، واربعه اللي مدحوا الازواج بس. يعني سبعه قالوا البدع بقى في الزوج، واربعه شكروا فيها، واربعه مدحوا من ال 11. تمام. فاول واحده انا مش فاكره الالفاظ، كانت ضخمه جدا، بس اول واحده مش قادره انساها، قالت زوجي لحم جمل غص على متن جبل وعر. يعني ايه بقى؟ يعني ما انا بصي محدش، انا بقول لك الحديث كان طويل وشرحه صعب، الشيوخ شرحه لنا بطريقه يعني ايه، خدنا فيه 3-4 ساعات. زوجي لحم جمل غص، يعني لحم الجمل صعب المضغ. وغص يعني معفن، سوري، يعني اللي هو عفن يعني لحم الجمل وعفن. يعني بقى زوجها وحش جدا بقى، ده ابشع واحد يعني. ابشع واحد. وايه بقى؟ على متن جبل وعر، يعني لحم جمل موجود لك على متن جبل، على قمه جبل صعب، وعر صعب الصعود. تمام، يعني صعب جدا، زوجها صعب جدا. فلا سهل فارتقي، يعني الجبل مش سهل عشان اطلع حتى اخد لحم الجمل ده. جعانه يعني، جعانه ومش يعني، ولا هو يعني حاجه حلوه يعني، يا ريت لحمه حلوه. اطلع الجبل الصعب ده عشان اوصل له. يعني من الاخر بتقول لك هو ملوش حل. صعب جدا جدا. تمام. يعني ابشع من كده ما فيش يعني. لا منه، لو انا بذلت مجهود يعني لو منه، لو انا بذلت مجهود اطلع الجبل بصعوبته، بس في الاخر هاكل لحمه حلوه يعني. ابذل حاجه معايا، بس في الاخر هطول منه حاجه كويسه، كان ماشي. لكن ده لا، حتى كمان لو انا عملت كده مش هينفع، ويا ريت الجبل سهل واطلع اكل وخلاص. لكن لا ده سهل ولا ده سهل. فكانوا 11 نوع من الرجال تقريبا، يعني جابوا كل الرجال في الموضوع. وواحده تانية طبعا ذكرت ان جوزها ده غاوي اكله، ولو اتغطى اذا مش عارفه، انا الالفاظ كانت كلها صعبه كده. اللي هي يعني ايه، لما يجي ياكل ياكل وما يفكرش فيها، يعني ما يقسمش، ياكل الاكل وهم مش مهم، ولما يجي ينام يلف الغطا عليه وما يفكرش في اللي يتدفى. الانانيه العاليه المفرطه يعني. وهكذا. وبعدين كذا نوع من الازواج يعني. ده كل واحده بقى قالت. تمام. بقى شعر يعني. والفاظ ضخمه كده. في واحده بقى تانية قالت ايه؟ ان زوجي اذا خرج اسد، واذا دخل فهد. يعني هو في وسط الرجال اسد، لكن معايا انا قطه. والله دي كانت بتمدح. يعني دي كانت بتمدح.
واحدة بقى الأخيرة اللي هو سمي الحديث باسمها، هو الحديث اسمه ليلى في بيت النبي، لأنه كانت ليلى حكت السيدة عائشة الحديث للنبي، وسمي الحديث بحديث أم زرع. ليه بقى أجمل واحدة اتختم بيها الحديث. تمام. وشوفي رد النبي الجميل اللي والله العظيم يخلينا راس نظيف الأرض. أم زرع آخر واحدة بقى ختمت. أي. ابتدت تقول أبي زرع وما أدراك ما أبي زرع وما أدراك ما أعزل فيه كمان. لا ده استني بقى. وما أدراك ما أم أبي زرع وما أدراك بكلبة أبي زرع وما أدراك بابنة أبي زرع وما أدراك. بتمدح بقى كلبته وبنته كل حاجة تخص. فلما شرحها لنا الشيوخ قال لك شوف كلمة ابنة أبي زرع ده معناه إن هي كان متجوز واحدة قبلها ودي بنته من حد تاني، يعني دي مش بتمدح بنتها لأن قالت لك وما أدراك بابنة أبي زرع. أيوه بنتها هي بنته هو. تمام. فدي واحدة أخلصت في الحب وكذا وكذا. المهم بتقول لك هي بقى بتكمل، يعني هي بتقول في يوم مر بامرأة عجبته فطلقني وتزوجها. كمان يعني هي بتمدحه مع انه عمل كده وتزوجت بعده رجل انا يعني عيشني في النعيم. وركبني الخيل وجاب لي الذهب وكساني ولكن ليس احد كأبي زرع. هو برضو اللي هي بتحبه ليه؟ لان هو اخذها من فقر وعمره ما عيرها. لكن التاني خدها بعد ما كانت زوجة ابي زرع. يعني التاني لما كساها بالذهب هي كانت طليقة أبو زرع اللي هي أساسا كانت غنية، لأن أبو زرع لما طلقها سابها غنية وسابها كذا، فلما يتجوزها غنية ويهنيها ويهنيها مش قصة. لكن اللي ياخدها من فقر ومن عدم ويعيشها وينعمها ويرضيها وكذا ده عزيز النفس. في الآخر النبي يرد على سيدة عائشة يقول لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أنا أتمنى أكون يا رب أكون زيه، يعني هو عنه أفضل خلق الله. يعني هنا نطلع من الموضوع كله بايه؟ ان الرجاله طباع كتير، وان انا هنا عندي كل الصفات لكن انت ما شفتيش واحده بتقول عملت فيه وسويت فيه. في الجاهليه. ايوه لا ما فيش في الجاهليه يعني. أيوة. يعني بيحكوا بيفضفضوا مع بعض. أيوة. لكن ما فيش التمرد ده. ايوه طيب التمرد جه منين؟ استاذنك ناخد اتصال بس عشان هيقطع. ايوه استاذه سميه اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي سؤالك. لا بص انا بس عندي في حاجتين، يعني اول حاجه يعني جوز بخيل جدا بس والمشكله الثانيه الاكبر اللي هي انا معايا ابني عنده سنه. بس عنده ايه؟ سنه. عنده ايه؟ سنه. عنده سنه. عنده سنه. تمام يا حاجه. فانا مثلا كل ما مثلا سامر حاجه كده مثلا كده غلط بفضل ايه عشان ياخد على كده مثلا. بابا على العكس كده مثلا قاعدين مع حد يقول له تف عليه يقول له مثلا انت مش عارفه كذا ويفضل كده. فدايما في خلاف بسبب كده وياخده معاه القهوه واجي اقول له كده ما تعودوش على كده واقول له كده غلط يقول لي انت عاوزاه يطلع خايب خليه يطلع راجل. هو مقتنع ان هو كده صح ودايما خلاف في دي بقى يقول له خليه يطلع ووقف الناس وبخليه كده اللي هو ده الراجل كده انت عايزاه يطلع خايب ودايما كده. لا انت كده يعني هو ده بقى تنصحي الزوج بقى ولا تنصحي الام؟ ما هو هي دي بقى المشكله. طب شكرا يا حبيبتي. هي دي بقى الفكره. هتسالي عن حاجه تانية؟ لا لا مفيش مشكله. طب شكرا لتصالحك معايا. انا لسه كنت حالا بقول لك مكالمه تانية. مفيش مشكله. مفيش مشكله. اتفضل محمود. ايوه اهلا وسهلا. المهم نلحق نجاوبهم بس. استاذ محمود اهلا وسهلا. هو اتصال قطع؟ طب حاول تتصل. هو ده اللي انا كنت بقوله ان انا بغرز جواكي ان القوه بتاتي في قله الادب. في عرفتي بقى ده اللي حضرتك قلتيه فعلا. طب دي محتاجه تخلي بالها من ابنها يعني لان هي يعني الاساس دلوقتي هي هو الاساس هي بس اللي هيسال الاب. يعني هو هيسال عنه يعني. ايوه طبعا. لكن هو بيربي فيه ان انت بما انك ولد لازم تتف عليهم تضربهم. هي بتقول لك كده يقول له تف عليهم اعمل كذا. عنده سنه ده بقى يطلع يبهدل زوجته ويتبهدل ابوه. ويبهدل ابوه صح. هو يعني بس عشان انت لسه قوي. لا لا ده لما هيقلب ويبهدل ابوه لما مصير ابوه يضعف وهو يبقى هو القوي وساعتها مش هيرحمه. ايوه مش انت اللي علمتني تعالى بقى اشرب ده. لا لا ما هو كاس داير يعني. هو اللي بنزرعه هو اللي هنحصده. ده شيء طبيعي يعني احنا لازم برضو نفكر في كده. وانا بتلف وترجع شيء طبيعي. فاهم قصدي؟ فالنهارده انا لما بقول ده عندي اعتقاد ان هقول لك بقى عايزه بس اكلمك في نقطه مهمه. اتفضل. في كورس اسمه العلاج بخط الزمن.
ده باختصار بخط الزمن. بخط الزمن ده باختصار شديد. عارفه كلمه خط الزمن دي كاني برجع مارش دير امسح الماضي بتاعي. طيب ده الهدف منه ان احنا نتخلص من مشاعرنا السلبيه والاعتقادات الخاطئه. طيب انا النهارده لما بقول ان انا هتخلص من الغضب عاده لما بعمل الجلسه دي هي جلسه رائعه بصراحه. بس عاده ممكن تلاقي اللي قدامك رافض يتخلص من الغضب رغم ان انت تتمني تبقي هاديه. ايوه ليه؟ لانه عنده اعتقاد مرسخ جواه من التربيه والنشاه والاحداث والماضي والتجارب اللي خلتها اثبتت له ان الغضب هو هو اللي حاميه. ان هو لو كان مش هيثور ويقل ادبه هياخد على دماغه، هيبقى ضعيف، هيبقى ضعيف. لان القوي بياكل الضعيف. هو متخيل ان الغضب ده مصدر قوته، مصدر قوته ومصدر حمايته، وده اللي حاميه من المجتمع الشرير الظالم الكذب، وبالتالي انا لازم افتري عشان ما حدش يفتري عليا. ما هي انا ابقى مفتري السمك الكبير ياكل السمك الصغير. الاعتقاد ده خاطئ مليون في الميه. طب نصححه ازاي؟ معلش محمد رجع تاني ممكن. طيب الو. ايوه يا محمد. عليكم السلام. ازي صحت حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اتفضل الدكتور محمد. بشكر الاستاذه الدكتوره، ربنا يبارك لها، والله كلامها كله مفيد جدا. أشكرك. ربنا يكرمها ويرضى عليها. كنت عايز اكلم حضرتك انا من الحلقات السابقه. يعني هو موجز اللي حضرتك بتتكلموا فيه ده بيتلخص في ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه حضرتك ان وجود لما بيجي راجل يتجوز ثاني ليه الزوجه ما بتقبلش الكلام ده؟ عشان احنا في مجتمع بابا بتاع ماما بس، واخده بال حضرتك؟ يعني مفيش بابا مع ماما ثانيه. فانا طلعت لقيت كده، يبقى جوزي يبقى لازم يبقى كده والدنيا كده. احنا لو اتربينا في مجتمع الاعلام فيه بيدل ان في زوجه وزوجه ثانيه وحضرتك كده الدنيا ماشيه، هيبقى الموضوع سهل انك تتقبليه. يعني انت تقدري تستقبلي الموضوع بلين. هو اي نعم الموضوع فيه مشاكل وهيبقى فيه يعني انتكاسات كده وصدمات وبتاع، بس كبدايه ما تبقاش زي صدمه الكهرباء، تبقى ايه الموضوع. لا ماشي، انا عارفه ان مهيئ ليه، مهيئ عايز يهيئ الدنيا ليه. تمام. دي تمام، دي نمره واحد. نمره اثنين حضرتك ان حضرتك الزوجه لما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها كده، ماشي، المراه لما يكون الراجل بيعرف ان المراه دي فيها الصفه دي، معلش وانا ده كلام النبي مش كلامي، ان المراه بتكفر العشير، فالزوج يبقى فاهم الكلام ده كويس، انك لو احسنت اليهن الظهر كله واسات اليهن يوما فلن هتعمل ايه؟ هتقول لك والله لما رايت معك خيرا قط. فالموضوع ده يعني ايه؟ لما الزوج يبقى فاهمه وعارف الكلام ده كويس يبدا ايه؟ يفوت شويه، ما انا مش هبقى زي حد السيف اقدر اضرب واقطع. طب تمام. طب قول لي النقطه الثالثه عشان وقت البرنامج بس. قول لي النقطه الثالثه سريعا. تمام. الحاجه الثالثه واخد بال حضرتك ان الزوجه لما جوزها بيتجوز هي ما بترضاش ان هي تبقى معاها دور. عايزه تبقى حاجه ملك. طب اقول لحضرتك حاجه، ايه رايك تتابع حلقه امبارح على اليوتيوب تشوفها كده؟ هي بتتكلم في كل اللي حضرتك بتقول عليه ده بالظبط. تمام، شكرا لاتصالك. طب ناخد بس مكالمه اخيره، بس ناكد على كل يا جماعه في موضوع الحلقه بعد اذنك. معلش السؤال يكون في موضوع الحلقه. بيقولوا بيغيروا. طب تمام. طيب معايا استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ احمد من الجيزه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام. كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بالسلامه. اتفضل الدكتوره معايا. حضرتك في واحد صاحبي زوجته شغاله فجت من الشغل وهو ما فيش اي حاجه وفي امان الله، وفي وجايه تتهمه بحاجه بس ما وضحتلوش ايه هي الحاجه دي، وخلاها يعني هو بكل هدوء كده قال لها في ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ تقول لي لا مش هقول لك على حاجه. لما تيجي وقتها ما تجيش وقتها كده. فمش عارف يعمل معاها ايه. ايه السؤال؟ ما فهمتش. مش عارف السؤال، مش فاهم السؤال، معلش يا فندم. في يعني هي كانت هي جايه من الشغل. قالت له انت عملت حاجه. يعني بتقول انت عملت حاجه. طب خلاص تمام. انا فهمت سؤال حضرتك، شكرا لاتصالك. اسمعنا من التلفزيون. ايه فهمتي ايه؟ ان هو بتقول له يعني زعلانه من حاجه وبتقول له افهم انت براحتك، يعني سايباه هو يفهم هي ايه اللي مزعلها. مش عايزه تكون صريحه معاه. كان جالنا سؤال قبل كده حاجه شبه كده لما واحده قالت انه عايزه تفهمها وهي طايره. يعني برضو عايزين نتعود نتكلم مع بعض، برضو مهم قوي موضوع الكلام ده. انا اشرح
ما احنا اتفقنا ان هي بتبقى في طبيعه، في حد بيزعل ياخد جنب ويبان عليه، وحد بيتكلم ويعبر يقول له انت زعلان ليه، وفي حد ما بيقولش انا زعلان من ايه، ياخد جنب شويه. بس الفكره في ان انا اكون لما باخد جنب حاطه في ذهني ان انا هاخد جنب لحد ما اروق، لكن مش هاخد جنب عشان انا بربي ضغينه يعني، دي وحشه. لكن ممكن في طبيعي شخص طبيعته يعني لما ياخد جنب شويه يروق ويهدى يرجع تاني احسن من الاول وخلاص وينسى. تمام. فده بيبقى طباع وخلق وسلوك معين، واتفقنا بيبقى قناعات حاجات كتير قوي، لان في انسان مقتنع انه لو عاد بك معناه انه بيخلق مشكله، وفي ناس مقتنع ان انا لو عاتبتك ده معناه اني بحبك. فهي بقى هنا قضيه المفاهيم. اللي هي فاكره لما كنت بقول لك اللي انا فاهماه من منظوري غير من منظورك. فبالتالي هنا بيحصل الصدام. انا ممكن اقعد استنى منك العتاب وازعل قوي لو ما عاتبتنيش، لان انا بحب العتاب. وانت لو انا عاتبتك تعتبريني بخلق خناقه معاكي. في ناس كده فعلا، فبتبقى دي القضيه. اجي اكلمك انا نيتي اعاتبك عشان احبك، وانا زعل منك انك ما بتعاتبنيش، وانت نيتك ما تعاتبنيش عشان ما نختلفش. لو احنا بقى النهارده فهمنا بعض وفهمت ان ايناس مش بتعاتب عشان ما تعملش تكبرش المشكله، وجيهان بتعاتب عشان بتحب وصافيه، يبقى هنا العمليه ابتدت ايه؟ يبقى لا انت هتزعلي مني لما عاتبك، ولا انا هزعل منك لو ما عاتبتنيش. نفهم بعض، محتاجين نتكلم فنفهم بعض. نفهم بعض، خلاص فهمت ان ده طبيعك، هبقى انا هحسن الظن فيكي، هبقى عارفه ومتاكده انك مش ما بتعاتبنيش عشان ما بتحبنيش. ده انت مش عايزه تكبري الموضوع. مش عايزه اكبش، عايزاكي تبقي زعلانه. وانت هتفهمي مليون في المية ان انا بعاتبك عشان بحبك، يبقى مش هتزعلي من عتابي. ايوه صح. وهكذا، هنا دي النقطة دي. بس خليني عشان ما ننهيش الحلقة من غير ما نتكلم في الموضوع الرئيسي بتاع تنمر الزوجة. قولي بقى آخر حاجة حضرتك عايزة تحبك. دي أهم نقطة. لأن فعلا الوقت جري. الوقت برضه بيجري دايما. طيب خلينا النقطة الأساسية تاني، بنقول إن الراجل الشرس بالظبط هو كان شرس لانه تربى بتربيه خاطئه واعتقاد خاطئ عن الشراسه، ومفهومه ان دي مصدر حمايته، وان زي ما انت قلتي خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. فانا اروح داخله من الباب اشخط في الكل، كله يقف يضرب تعظيم سلام. فبالتالي الاعتقاد ده بيثبت ويترسخ اكتر لو اتنفذ كمان طول حياتي ولقيته بيجيب نتيجه، لقيته جايب نافع مع الناس. تمام. فطبعا لما بيجي يقابلك حد محترم ما يجيبش معاه نتيجه، بتبقى انت بالنسبه لك كده عملت لي خلل، لان انا مقتنع ان ده الاسلوب النافع يعني. فبيجي يتعامل بيه للاسف، مش عارف بقى يفصل ما بين اني اعمل ده مع الناس اللي في الشارع، ولا اعمله مع الناس في شغله، ولا اعمله مع زوجه المفروض يبقى بيننا الموده والرحمه والسكن. فلا، بيبقى متربي على الاعتقاد ده. فاكره ما كنا بنقول برضو ان ام الزوج وام الزوجه التربيه بتاعتهم لما بتربيه على انك انت اذبح لها القطه. التعليمات الاولانيه. خلي بالك واوعى. هي الام بتبقى مرعوبه ان هو يحبها فيتعلق فيضعف، فتدي له حاجه معاكسه. فاهمه؟ فتدي له حاجه معاكسه، وهنا الناحيه الثانيه خلي بالك وكذا وكذا، يولعوا بعض لما يتجوزوا. فالدنيا فندخل متحفزين. فممكن يدخل يقول لي كلمه عاديه جدا، بس انا خلاص عندي خلفيه ان الكلمه دي مش عاديه، فارد رد عنيف. طيب اللي حصل بقى واللي سائد دلوقتي، وهو ده يعني سبب الحلقه، ان احنا الستات بقى حصل العكس. لما ما تربتش، هي تربت كويسه وكانت ست ضعيفه ووديعه والكلام ده كله، بس الراجل ربى عندها الشراسه اللي هي كانه هي الام او ابوه رباها ليها، زي الاستاذه اللي اتصلت. فالراجل ربى الشراسه مع زواج 10 20 سنه. انتقام، ضرب، اهانه، تطاول، كذا كذا كذا، فهي قررت ان هي تعمل ده. احنا بنقول ده صح؟ لا طبعا ده غلط. والناس اللي مؤيده ده على الفيس، انا مزعلني جدا يعني كميه ناس فرحانه بالشخصيه اللي قدرت تفتري على الزوج. لا حضرتك يا فندم اتطلقي من الزوج. انا معلش، انا ما حدش قال لي عيشي معاه واضربيه يعني ولا هيني. يعني تصلحوا يا تتطلق، ده الحل الوحيد اللي قدامك. عرفت بقى ليه؟ لكن موضوع العين الحمراء ده كده حضرتك ضده. لا عين حمراء ايه بس؟ ده مش اخلاق خالص. ده احنا خرج. بعدين انت متصوره لما توريه العين الحمراء هتخش الجنه؟ هي تبقى زوجه صالحه كده؟ لا طبعا. بصي يا دكتوره، هو الوقت جري معانا، معلش قولي سؤالي مسابقه سريعه. حاضر. سورة تحتوي على سجدتين. سورة الحج، سورة الأعلى، سورة آل عمران. تمام. برضو الهدايا مقدمة من الأكاديمية الدولية. والشروط إن شاء الله الأهم حاجة 30 إجابة صحيحة ترسل في آخر الشهر متكاملة. مع الاسم ثلاثي، مع الإيميل ورقم التليفون. تمام. شكرا لحضرتك جدا، تعبناكي معانا. ميرسي، معلومات جميلة. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله بإذن الله ميعادنا بكرة في نفس الميعاد الساعة 2 والإعادة 3، وعنوان جديد وحلقة جديدة ومثل جديد. أشوفكم بكرة. سلام عليكم.
أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. أنت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. أنت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، أنت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، أنت خسران إيه؟ وأنا متأكد إنك مش هتفكر في الانتحار تاني. أصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية، هدايا قيمة للفائزين، دورات تدريبية، استشارات نفسية وكمان أسرية، عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية. معانا، اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات.